ومباشرة لقرى الأسد يلي عم تشهد فعاليات مهرجان قرى الأسد السنوي الأول، بلش الماراثون سلمى؟ أيوه بلش الماراثون. بس عم تسمعينا يا سلمى؟ خبرتينا. صباح الخير زينب عن جديد، صباح الخير أريج عن جديد. نعم عم بسمعكم. نحن حاليا رح ينطلق خلفي الماراثون، رح ينطلق دقائق ورح ينطلق فورا، ورح نكون معكم على الهواء مباشرة بانطلاق الماراثون، ومعي أيضا الأستاذ مازن رزق عون وهو رئيس مجلس بلدة قرى الأسد والمسؤول والمنظم للمهرجان. يسعد صباحك أستاذ مازن. صباح الخير، صباح النصر لسوريا، صباح النصر للجيش العربي السوري، وتحية إجلال وإكرام لشهدائنا الأبرار، وتحية حب ولاء لقائد الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد، وأهلا وسهلا فيكم بضاحية قرى الأسد. نعم، يعني نحن عم نشهد اليوم مهرجان النصر مثل ما سميتوه، وهو تحية للجيش العربي السوري ولجرحى الجيش العربي السوري. كما نشاهد الجرحى، جرحى الجيش العربي السوري هم الأبطال في المقدمة، وهم من سيبدأون في الماراثون. لو تعطيني فكرة مين أيضا رح يكون بالماراثون وكيف رح يتم الانطلاق؟ تماما، هلا الماراثون نحن بدينا الفكرة بمناسبة عيد الجيش العربي السوري بشهر آب، 1 آب، وتزامنا مع الانتصارات العظيمة اللي حققها جيشنا العربي السوري وتتويج لها النصر الكبير، طرحنا فكرة الماراثون. وأول شيء حطينا كمهرجان قرى الأسد، وأول شيء حطينا بالماراثون هو جرح الجيش. طبعا هي مشاركة تكريمية لهم بالمجمل، يعني هذا كان أقل شيء واجبنا نعمله تجاههم. بعدين عندنا ماراثون نظامي، فئة أولى، فئة ثانية، فئة ثالثة، محترفين. بده ينطلق الماراثون، هي الستارت تبع الماراثون، تنطلقوا جرحى الجيش، بعدين الفئة العمرية الأولى، الفئة العمرية الثانية، بعدين المحترفين، بعدين سباق دراجات هوائية 80 دراجة هوائية. دراجة المحترفين 4 كيلومتر، وبنهاية الماراثون بده يتم التتويج. أول شيء بدنا نكرم جرحى الجيش بجوائز عينية ومادية، واجبنا، وهذا أقل شيء بنعمله إحنا كإدارة مهرجان. أيضا من الفعاليات اللي حيشهد المهرجان، هلأ أول شيء بدنا نبلش بالمهرجان بتدشين النصب للجندي العربي السوري بهالساحة اللي سميناها ساحة الجندي العربي السوري. هاي النصب إذا بتاخذوه من هون، هذا حسينا أقل واجب بنعمله تجاه الجيش العربي السوري، لتعرف كل مواطن بأهمية الجندي العربي السوري والجيش العربي السوري اللي بصراحة نحن ما كنا مجتمعين لولا هون. يعني أقل شيء بنعمله، بدنا ندشن النصب الجندي العربي السوري أول شيء، وبدنا نرفع العلم السوري السارية. بعدين بعد المهرجان والتتويج عندنا تدشين مدرستين تم إعادة تأهيلهم بالكامل بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. بدنا ندشنهم، يعني كان عمل تطوعي بامتياز حقيقة، يعني الإنجاز اللي أنجزناه بالمدارس عمل تطوعي بين الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، بسمة شباب سوريا، مجلس بلدة قرى الأسد، بالإضافة للمجتمع الأهلي هون كان متعاون جدا جدا. وهلا بتشوفون قديش رح نكون معكم وننقل الفعاليات. بدي أتشكرك، وبعرف أنه حاليا لحظة الانطلاق ولحظة التحضيرات وأنت على رأس هذا العمل. بدي أقول لك يعطيك العافية، شكرا عطتنا من وقتك، ورح أنقل التحضيرات مع زملائي. شكرا لك. شرفت وشرفت، أهلا وسهلا فيكم بالأخبارية السورية. يعطيك العافية. وأيضا أريج معي النقيب علي وهو أيضا من جرحى الجيش العربي السوري، وجاء اليوم ليشارك بالماراثون. يسعد صباحك سيادنا. يسعد صباحي. يعني اليوم أيضا مشاركة مهمة لجرحى الجيش العربي السوري في هذا الماراثون، شو بتخبرنا عن هاي المشاركة وأهميتها والدفع المعنوي اللي عم بتقدموه اليوم لكل جريح ولكل جندي من خلال اشتراككم بمثل هالماراثونات؟ هي مشاركة معنوية لكل الجرحى، في عدد كويس من الجرحى القريبين من المنطقة هون مشاركين بهالماراثون، ليكون رسالة انه نحن متابعين مستمرين بالحياة بكل الأنشطة الحياتية، يعني نحن متابعين مو بس بالعسكري. وانت اليوم راح تكون ايضا مشارك بمعرض دمشق الدولي مساء. صحيح، المساء انا حاضر بافتتاح المعرض، لانه المعرض هو اراده الحياه كمان، يعني انه استمرار واراده حياه الشعب السوري. شكرا لك وتحيه لك ولكل جرحانا. شكرا لك. شكرا لك يا سلمى. وايضا راح انتقل لاحد المشاركين ايضا من ابطالنا بالجيش العربي السوري من الجرحى. يسعد صباحك. صباحك هلا. يعني اليوم جايين نحن مع
لكل الجيش العربي السوري، شو بتحب تقول؟ بداية الرحمة لكل شهداء سوريا والشفاء العاجل لجرحانا العظام. بحب بلش بقدوتنا سيادة النقيب علي اللي هو بعتبره رمز التحدي والتصميم والإصرار. الشيء اللي عم بيصير هذا بالفعل شيء كتير رائع وراقي. هذا الشيء بدل على الأمن والأمان اللي عم يعود إن شاء الله خلال الأيام القادمة بكل مناطق سوريا، وبفضل دماء شهدائنا وبفضل عناصر جيشنا العربي السوري والأصدقاء. بفضلكم هاد، شكرا لك، وبنتمنى لكم التوفيق بالماراثون. شكرا لحضرتك. شكرا لك. وأيضا معي بطل آخر من أبطال الجيش العربي السوري من الجرحى، يسعد صباحا. الله، صباح النور. يعني اليوم عم نحكي عن رمزية مشاركتكم بمثل هالماراثون اللي هو بالأصل تحية لكم. هذا فخر لأنه اعتزاز. الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، الله يحمي سوريا، ونحن منتصرين الحمد لله، بإذن الله منتصرين. منتصرين بفضلكم. شكرا كثير لحضرتك. الله، شكرا لك. يعني عم نحاول نرصد معكم أكبر قدر ممكن من المشاركين في الماراثون. كنا مع الجرحى خلفي مباشرة المشاركين من الفئات العمرية الأولى وأيضا الدراجات الهوائية التي تستعد للانطلاق بالماراثون. نعم زينب، أسمعك جيدا. سلمى، أكيد يعطيك العافية. يعني أول شيء بس خلينا نحكي شوي عن النصب التذكاري، يعني إمتى رح يتم طبعا تدشينه، وخاصة أنه عنوانه سباق النصر. نعم زينب، النصب التذكاري بعد دقائق رح يتم افتتاحه، وهو لجندي من جنود الجيش العربي السوري. هو رمزية لأبطالنا بجيش العربي السوري، وأيضا المهرجان مثل ما بتعرفي اسمه مهرجان النصر، وأيضا رح يكون على معكم بلقاءات من خلال المشاركين وأهالي بلدة قرى الأسد المتواجدين. مرحبا مرحبا، يسعد صباحكم. مرحبا، اهلا فيك. يعني اول شيء مبروك النصر والامان، وحضرتكم من الاهالي المشاركين. تحكي لي عن المهرجان ومن الفعاليات. في الله يخليك، فعاليه كثير حلوه وتعبر عن حضاره. نعم، وحضرتك ايضا اهلا وسهلا فيكم، وميت مرحبا بمهرجان قرى الاسد الاول. طبعا نشكر كافة القائمين على هذا العمل الجميل الذي يوحي بالنصر الكبير لسوريا، ونتمنى أن تنتقل هذه الظاهرة الحضارية الجيدة من قرى الأسد إلى كافة مدن ريف دمشق وكافة مدن سورية من ثم. هذه المناسبة الكبيرة نحيي أو نقف وقفة إجلال واعتزاز وفخار بشهداء العربي السوري، ونحيي جرحاه الأبطال، ونحيي أبطالنا على التخوم. شكرا، ونتمنى لكم كل نجاح. نعم، شكرا لك. شكرا، أهلا أهلا، وشكرا لرأيك. شكرا لك. شكرا لك. وعم برصد معكم على الهواء حاليا، يتم من خلال المنصة التي تحتضن مجموعة من الضيوف والفعاليات المتواجدة، وهذه الفعالية هي برعاية محافظ ريف دمشق علي إبراهيم. نعم سلمى، علاء إبراهيم. والآن على الهواء مباشرة سيتم الافتتاح. الآن نسمع معا تحية من الفرقة الموسيقية للجيش العربي السوري. الآن نتحضر لافتتاح النصب التذكاري لجندي العربي السوري، والآن رح يتم الافتتاح، وبعدها تبدأ وقائع فعاليات الماراثون السباق الأول. وكما ذكرنا معكم على الهواء سيكون هناك أيضا بعد التدشين مباشرة مدارس تمت إعادة تأهيلها لعدد من المدارس في المنطقة. نعم، وهذه الفعالية هي أيضا بالتعاون بين الاتحاد الرياضي والاتحاد الوطني لطلبة سوريا ومجلس قرية بلدية قرى الأسد. شباب،
كثير سلمى، بدنا نشكرك ونشكر كل الجهود المبذولة اليوم لإنجاح هيك ماراثون، وتحية كثير كبيرة لجرحى الجيش العربي السوري، وأيضا ألف رحمة لروح كل شهيد بالجيش العربي السوري. نتمنى هالماراثون ينطلق بعد شوي بكل جمالية وروح رياضية عبر نعم سلمى على جنب حديد خط. نعم يعني شكراً. أنا معكم حاليا على الهواء لننقل معكم مباشرة الانطلاق واللحظات الأولى، الصورة نعم. ترافقكم لحتى تنطلق الفعاليات في الفعاليات المهرجان. خلفي تماما يتم الاستعداد الآن لإطلاق وتدشين النصب التذكاري، وأيضا كما تشاهدين الاستعداد للماراثون أصبح واضح كما تشاهدين. أيضا أعداد كبيرة من أهالي مدينة قرى الأسد أتوا ليشاركوا بهذا المهرجان الأول، وحسب ما قال المنظمين هو سيكون مهرجان سنوي يتضمن سنويا عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وأيضا الخدمية للمجلس المدينة. اليوم هي النسخة الأولى وكان عنوانها مهرجان النصر، وهي أيضا تحية لشهداء الجيش العربي السوري ولكل أبطال الجيش العربي السوري. سأترك الكاميرا تأخذ معكم مشاهد من الانطلاق، وشكرا لك يا ريش، شكرا لك زينب. شكرا لك يا سلمى، وأكيد مهرجان سباق النصر بضاحية قرى الأسد مهرجان سيكرر سنويا دائما بكل فعالياته ونشاطاته الثقافية. سوريا اليوم عم تعيش مهرجانات فرح محبة ونشاطات متعددة عم تشهد على هي المدينة اللي ما بتموت اللي عم تنبض بالحياة. أريش